في لك امانه محفوظه عندنا بالسفاره. شلون يشك في عيالنا فاعلين هالعمل؟ يعني شنو؟ عمك هو السبب. انا صبرت عليك بما فيه الكفايه. انا احب بنتك ولازم اتزوجها. لا تلوم نفسك، انت مالك ذنب. انا رحت على صراخها. هذه ارض الحين وانتزعت بنيابك. احنا ما نعرف. قولي لهم يا عبد سلمان ويوسف يدهم تنقص. وللحين احس بطعنتك في قلبي. دروب يوميا الخامسة والنصف مساء على قناة ذكريات. لماذا لم تستطيع التغلب على انت ضيعه القط الشرير؟ سوف اجعل المدينة كلها تعرف ان هذا البالون ليس كسائر البالونات الاخرى. معمول، هذه غلطتك أنت. أنا لست إلا كلباً لا أفهم كلام البشر. كابول، كابول، أعلم أنك هنا. كابول، كابول، كابول يومياً الرابعة والنصف مساءً على قناة ذكريات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. أنا مصر إنهم يروحون ويشوفون مثل العالم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، أيها الإخوة، السلام عليكم. أيها المشاهدين الكرام، أيها الإخوة، السلام عليكم.
تفضلوا. مرحبا عمو. لا ليش هيك ضربته؟ انا خالو حرفي. شو دخلت انت؟ روح لا مشي. انا وين لما تروح تجيب الدكتور لحالك من غير ما تقلي يا مهبول؟ انا ما بسمح لدكتور رجال يكشف علاقتي ابدا. لا يا عمو، الطبيب بالنسبة للمريضة مثل أخوه. شغلة مو على كيفك. حرام مريضة. شي عجيب، أنت أشفق مني على أختي. لا طبعا، لكن يلا لبرا لبرا. إحنا ما بحاجتكن ولا بحاجة شفقتكن. يلا برا. زينفاء هيك ما اجيتي على السهرة امبارحة؟ أنا خلص ما بقى اهتم بالقضايا العامة. غريب، أنت تقولي هيك يا أن سيفاء؟ أخي انا خلاص ما بقى بدي شارك بشي. ايه بالناقص، ايه بالناقص منك. يا جماعه ما بدي اساسه هيك معي بعد يا اسمع خلصونا. اللي بده يشتغل ما بده يدلل. لا تركون رفيق دللك رفيق. اخر سهرة بسهرها معكم. طبعا مثل العادة، كل ما اردنا نقوم بمشروع عام منختلف ومنترك. اخي اعتبروني ماني موجود. لك هلا انت سبب الخلاف وبدك تنسحب؟ كل المشكلة من بركات. انتو اثنين زودتوها. ليش انا اعلم اميين هو حضرته يعلم كفاءة؟ يا سلام، هي انا راح اعلم اميين. وافقت اعلم اميين. انت حر تصطفي خاطرك. مع السلامة. نزعوا السهرة وكل شيء وصلنا له راح. سمعت عياتكم، قلت لحالي شو صار. والله أنا متوقع هيك من الأول، نحن مو لابقلنا شيء أبدا. أنا مليت يا منى، مليت ما بقى فيني أتحمل. شو؟ مكانك شلته؟ نهائيا. شايف كيف كانت هيفاء مستقبل الكل؟ فعلا يا أسعد، المرأة لما بتكون بمجتمع رجال بتلاقيهم عم يوزنوا كلامهم، بتلاقيهم مهذبين. غريب، شو صار لهيفاء؟
هلا فعلا صرتي تكرهيه عن قناعه؟ شو هالتقلب يا هيفاء؟ عن قناعه ما بعتقد. انت متناقضه. يمكن وبعرف ليش هيك سويت، بعرف ليش قلت له بكل صفاقه انا بتزوجك. عذابك يا هيفاء انك تنازلتي عن كبريائك وعرضتي عليه الزواج ام رفضت؟ لا 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 تكابري، صرت تحسي انك بتكرهيه لانه جرحك. هلا حاليا رح اعمر غرفتين ومعديه ومنتفعات. عين العقل. وصيت على حجار يوم السبت بيجيبوها، منحفر الأساسات ومنعمر من بين ما تطلع الرخصة. الله ياخذ بيدك يا ابني. وهذا رأي محمود كمان. والله يا ابني عين العقل. على كل حال التراكتور رح يجيب لنا يوم السبت 3 نقلات، ومنقول له يوم الأحد يجيب لنا 3 كمان. الله يوفق، الله يوفق يا ابني. يا عيشي يا عيشي، شو صار بالأكل؟ أنا يا عمي بتسمح لي؟ عود ابني عود، عود تتغدى وبتروح. يلا يا بنتي رح نحط الغداء، في عنا الهراس. الأشخاص اللي يعانون من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج، يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. أي شيء أتحسس منه أسوي له سكيب، خصوصاً الحساسية في الدورة الثقيلة سكيب. بس الحين صار في Always Aloe كول الجديدة لأيام الدورة الثقيلة، بخلاصة الألوي فيرا لصفر حساسية، تمتص التسرب الثقيل فوراً لصفر تسريب، حساسية بالناقص. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير، قل أهلاً لغسل بارودونتاكس. يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. فولترين يخفف ألم الظهر والعضلات، يخفف التورم، يخفف الالتهاب ويخفف الألم بمكانه. فولترين، متات الحركة. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء، هذه حساسية الأسنان. عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. المباراة صعبة إذا لم تكن تتنفس بسهولة. أوتروفين يزيل احتقان الأنف 6 مرات أسرع من الحبوب ليساعدك على التنفس أفضل لغاية 12 ساعة. تنفس بعمق مع أوتروفين.
سنترم وأخذت خطوة للأمام للعناية بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الألف للزنك عشان تقدر تقول كل يوم أكيد سويتها. الأشخاص اللي يعانون من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضا مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. في مفهومنا أن الفنون كلها على اختلاف أنواعها يجب أن تكون مسمدة ومزروعة على أرضية الفكر والأدب لتحترم. وأصبحت بين يوم وليلة كاتب قصة لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية. الكتاب يبحثون عن التجارب، أما أنا فإن التجارب تبحث عني. جاءت محطة البي بي سي، فمن الأصوات التي أصيغت آنذاك كان صوتين، صوتي وصوت المرحومة أسماء فهمي. لكي تكون أو إنسانا ناجحا تبني بيتا وأن تنجب ولدا وأن تغرس شجرة وأن تكتب كتابا. دفاتر الأيام الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم في بداية حلقة هذا الأسبوع من الأول عشان الحبايب. هنا أمرتي يا حلوة جرأي أغني إنك حتغني. رميت نفسك في حب هذا ما بدانك يوم تقطع وصارك. الآن مع هذه الفقرة نظرا لحوزها على معظم الطلبة. هكذا بدأ المتهم حياته شاعرا. أنا ما بحبش الفلوس، أنا يهمني أنك تنجح يا مريم. كانت هذه الفقرة الأخيرة في سهرتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأسبوعي المنوع ألوان وبدون ألوان. بدون ألوان الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. الرحمن الرحيم. تفضل يا ابني. يلا. شو وين هيفاء؟ عجزت فيها، قال ما لا أدراني. خير إن شاء الله. يا رب. غريب، ما في بالعادة هيفاء ما تفوت وتسلم أول ما تجي من المدرسة. قلتي له انه الهراس هو؟ قلت له، ما بعرف شو بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشي الله يرضى عليكي. هلا بعد ما بتخلصي اكل روحي شوفي شو بها. خطيه هي تعتبر أمانة برقبتنا. تعبانة شوي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. إلفاء مرحبا. شبك زعلاني؟ أهلين. شو ما بتوجي تفضل؟ تفضل. شبك؟ شو سويت معك؟ ليش هيك عم تتجاهليني؟ أنا بكرهك،
بكرهك، بكرهك من قلبي يا صميم. من وقت اللي اجت ما كانت على الحشيشة، ما حكيت شي، ما قالت شي. لا، ومعاش انتهيتها. لا يكون صاير شي لأهلها وراحت على الشام. هي مبارح قالت لي يمكن أنا بكرة أروح على الشام. هيك؟ ما في بالعادة ما تودعنا، ما تقلنا. سمر، يا سمر. هيفاء، اهلا هيفاء. اهلا يا سمور. روحي ماما نادي للبابا من المحل بسرعه. ماما قوام، فوتي حبيبتي، فوتي فوتي استريحي. شرتني بيجامه رياضه، وشرتني شنتاي جديده، وشرتني علبه تلوين. هيفاء شوفي من احلى. بكرهك بكرهك بكرهك. شبك يا بنتي؟ شبك؟ ما في شيء. تربية الدواجن، تربية الأبقار، تربية النحل، تربية الخراف. وإذا في كتاب لغراسة الأشجار المثمرة. مثل شو؟ المشمش، الكرمة، التفاح. بكفي. والله يلا عندي قسم من هون. والباقي؟ الباقي إن شاء الله الأسبوع القادم بأمن لك ياهم. ماشي الحال. بدك صراحة يا هالراس، أنا شايف بنت عمك عم تلعب عليك. مو معقول يا محمود. لأنك غرقان. لسه بتقلي غرقان؟ عاطتك طرف الخيط وبلشت تشد. أبدا يا محمود، أبدا. حتى لون وشها تغير، مسكينة كأنها مريضة من شهر. والله هاي باينتها مثل الحرباية، كل يوم بلون. لا يا محمود، لأنك غرقان. لسه بتقلي غرقان؟ أنا مالي شايف من كلامك، من عيونك، من وشك. وهي لو شفت لون وشها، لو شفت لون عيونها. يا هالراس يا هالراس، أنت منين بتعرفها؟ صحيح هي بنت عمك، لكن لا تآخذني بهالكلمة، أنت بتعرفها منيح. شو؟ شو بتقصد يا محمود؟ تقصد شرفها؟ تقصد أخلاقها؟ لا يا أخي، لا تفهمني غلط. هيفاء شو هالكلمة؟ اتركيني هلا. شبك يا بنتي، شبك امي. هيفاء انا امك، احكي لي، فشي خلقك. ما في شي. أنا برأيي إيما من بالك، تركها بحالها. كيف بدي أتركها وأنا رح أشوفها كل يوم؟ بلا ما تشوفها ما رح أعمر بنفس البيت. لا تعمر لحتى تسكر المدارس، أو عمر بالبيتر. أنا
لازم بيعرض البيدر لحتى قدر عمر. تعذب لك هان، احترق احرق حالك، انت حر. اهلين هيفاء. هيك ليلتين ما بتخلينا ننام. بعد ما ركبت بالسيارة تذكرت اني ما خبرتكم. لا تواخذيني مرت عمي. وينو عمي؟ هلا طلع من هون، ما شفتي بطريقه؟ انا اجيت من هون عم يستنى صاحب الصوفات، غزلهم وخلص، هلا بده يعطيهم ياخذ اجرته. ما قلت له لعمي عيونه عم تجعه، بلا له هالشغله بالصوف، خلص ما عاد ياخذ من جديد. انا صار وقتي بالمدرسه تاخرت مرت عمي. تفضلي جبت لكم اياها معي من الشارع. شو هالسئله يا هيفاء؟ انا ما بريد غير سلامتي. الله يسلمك مرت عمي. ما اجى توفيق اليوم؟ امه مريضه انسي. سها مريضه؟ نعم انسي. سدان انت مين حتى تحكي على بنت عمي؟ لا تهدد، انا ما حكيت على حدا. هات الحكايه قدامه لشوف، والمي بتكذب الغطاس. والله والله لو ما تكون رجال كبير بس. تاني مره لسانك بقصه، فهمت؟ لو عملتي الموقدة هنيك كان أحسن. هون بعيدة. مثل ما بدك. عايشة؟ خايف لا يكونوا أجوا ودقوا علينا الباب ونحن ما سمعنا. لو ما سمعنا دق الباب كنا سمعنا صوت التراكتور، كانوا نادوا علينا. إيه ما بيصير، الهراس أكد لي إنه اليوم بدهم يجيبوا 3 نقلات، وهي صارت الدنيا الظهر. اخ ولي على الشغل وساعته، رجلي راحت، انجرحت اصبعت رجلي. يا طيب على مهلك. على مهلك. شايفه لو استنيتي كنا سلقنا معهن، كنا برغلنا نحن وياهن. حتى نضل السنه بدون برغول، الدم ما عم ينقطع. ايه طيب حطي عليها شويه صفوه. مرحبا عمي. اهلين. مرحبا يا بنتي. اهلين. اهلين. شبه رجليك؟ انجرحت اصبعتي. لحظه لاجيب لك مكروم. معلش بحط لها صفوه. لا اوعك مرت عمي. عايشة لا يكونوا جابوا الحجار وحطوهم برات البيت. يو شلون يحطوهم برات البيت؟ ايه طيب خلاص لا تزعلي. والله هذا ما كان على ايامنا بوجه. لا امرت عمي. ولا ما بيكفوه؟ بيزيدوا يا ابني. نحن كل سنه بنسلق من الدين منيح، بيزيدوا علينا. ليش من امداد السنه؟ اذا مشان تعطي بيت عمك كنت خلي مرت عمك عايشه تجي تساعدني. قديش تعبت بشغل هون وتصويل هون، وكمان لسه الجرش والتنسيف ولسه الكشك. صحيح نسيت قلك، رضوان رجع لك الرعبون، قال بعت له خبر انك بطلت تنقل حجار. ليش بطلت عمير؟ يو والرخصة؟ بدي اسحبها. والخسارة اللي تخسرتها عليها؟ اخ اخ منك انت، صاير كل يوم عقلك شكل. بدي بيع المزرعة كمان. شو؟ والله ما بخليك تبيعها لو قامت الدنيا وقعدة. امي لا تجادليني. يعني نموت؟ لا تخافي ما بنموت. ونحن منين عايشين لولا المزرعة؟ وانت شو بيطلع بيدك تشتغل غير الفلاحة؟ بدي بيع المزرعة واعطي بيت عمي محمد سعيد حصتهم منها. ها لكن هيفاء عرفت كيف تلعب عليه. هيفاء ما لها علاقة. ايه ما تحت السواهي دواهي. امي لا تجادليني. بيت عمي ما لهم حصة فيها، ما لهم حق. اه يا بعد عيوني، الارض هي اكلت من صفاحك وانت لسه عم تبكي على اللقمه. اكلت من صفاح ابوك الله يرحمه، حفرها وقلبها لزنارة حتى صارت ارض وصارت مزرعه. انا ما بحط واطيه لحدا. اخ يا زماني، اخ يا زماني، هذا اللي كنت حاسبته من الاول، هذا اللي كنت خايفه منه. لكن حضرتها قلت لك هيفاء ما لها علاقه، ما لها علاقه. والله ما بخليك تبيع الارض وانا في بعيوني ضو. والله والله اللي بيقرب انا هالحرمه يا بروحه يا بروحه.
تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير. قل أهلاً لغسول اللثة من بارودونتاكس. يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. الأشخاص اللي يعانوا من حساسية الأسنان ممكن يكون عندهم أيضاً مشاكل باللثة. سنسودين للحساسية واللثة هو خيار مناسب بمفعول مزدوج، يساعد في الحماية من الحساسية وتحسين صحة اللثة باستهداف البكتيريا في أصعب الأماكن. أنا أنصح فيه لأنه فعال. المباراة صعبة إذا لم تكن تتنفس بسهولة. أوتروفين يزيل احتقان الأنف 6 مرات أسرع من الحبوب ليساعدك على التنفس أفضل لغاية 12 ساعة. تنفس بعمق مع أوتروفين. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائما ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. أي نوع ألم؟ أوله شكوى، لحين ما تلاقي اللي يحررك منه. بس هذيك اللحظة اللي بتبدأ تشعر فيها إنك أخيراً بتتحرر منه، هي نفس اللحظة اللي بتشعر فيها إنك رجعت لطبيعتك زي في أي يوم طبيعي، إيش ما كان نوع ألمك. التحرر من الألم يبدأ ببانادول. هل تنزف لثتك عند استعمال الفرشاة؟ قم بالتغيير. قل أهلاً لغسول اللثة من بارودونتاكس. يستهدف 3 مرات أكثر بكتيريا البلاك حول اللثة ويساعد بمنع تراكم البكتيريا. بارودونتاكس، عناية فعالة بصحة اللثة من خبراء اللثة. اليوم انت سويتها. اليوم اخذ سنترم واخذ خطوه للامام للعنايه بصحتك. سنترم مكمل غذائي يومي متكامل مع 26 نوع من الفيتامينات والمعادن من الالف للزنك، عشان تقدر تقول كل يوم اكيد سويتها. ألم بيجي فجأة مثل كهرباء. هذه حساسية الأسنان، عشان كذا إحنا دائماً ننصح باستخدام معجون متخصص للحساسية. معجون الأسنان سنسوداين فعال في الحماية من حساسية الأسنان. شو بتقول بتهمة القتل الموجهة على؟ هذه مصيبة. تبغى تتخلص مني؟ طيب أنا قاعد الحشيش، أنت ليش ما تردين على ليش؟ ميت. قالوا على حاله وعلى سيارتي. ترفتيني في عيشتك. والله انت اللي عيشتك تقامل. أرجوك. يكفيني العذاب اللي عم عايشه كل يوم. هون حياة جديدة، الواحد لازم يتعود عليها. انت تخرج من الموضوع ده بره. انت حتى التفاهم ما يجيب نتيجة معاه. انت سمعيني بس الله يهداك، سمعيني. سهرة سينمائية الخميس 11 مساء على قناة ذكريات. ما في أقيم عملي حفلة من أجلك يوم غدا. ما راحل، أنت متأكدة؟ بالطبع. عليك الاختيار، منزل ماربل أو وسام السيدة الصغيرة. كالأميرة. هذه زهور لك. لين، أين أنت؟ لن أدعك تحصلين على وسام السيدة. ستكون حفيدتي ميري وليست ابنتك لين. ليدي ليدي يوميا 4 مساء على قناة ذكريات.
مرحبا مرت عمي. شبك؟ تعملي عملتك بتسأليني شبك؟ مرت عمي. أنا هاني مرت عمي. أنا ما ظنيتك هيك يا هيفاء. خير شوفي. إيه عملي حالك مالك خبر. طيب يا مرت عمي. هيفاء يا بنتي الله يرضى عليك، نحن حالتنا مو متحملة. نحن مرت عمي فسري لي شو بتقصدي؟ حاجة قربي وتبعدي. يعني بالملاعيب الشغلة. أنا اللي بدي أعرفه بس كيف قدرتي تعملي هيك بالهراس؟ شو بالهراس؟ كش برا وبعيد، مو دريانة؟ وينه؟ لبقى تجيبي سيرته؟ لبقى تسألي عنه؟ وينه وين راح؟ ليش أنتي خليتي براسه عقل؟ عيب يا هيفاء حرام. يا مرت عمي أنا مالي مرت عمك ولا بدي شوفك. والله يخليكي لبقى تجي على هالبيت، وإذا في براسك موار روحي غني بغير هالأراضي، لا تفكرينا على البركة. هالراس هو قالك؟ شو قالك؟ مرة بيقول ومرة بينكر. هيفاء، هيفاء يا بنتي الله يرضى عليكي، روحي وتركينا بحالنا، روحي وتركينا بهمنا. تفضلي. أهلين هيفاء، تفضلي عادي. أنا هلأ يا سميح وصلت لنهاية اليأس. أكيد صاير معك شيء أنا ما بعرفه. كنت متصورة حالي فهمانة الضياع، فجأة لقيت حالي مالي فهمانة شيء. أنا انجرحت يا سميح، انجرحت. هيفاء قولي لي شو صاير خير؟ أنا بدي أتعامل مع الناس بصدق. قولي لي يا سميحة كيف ممكن اتعامل مع الناس بصدق وصراحة؟ معلش يا هيفاء معلش، هدي اعصابك وفهمي شو القصة. انا ضايع، انا انجرحت. ساوي لك فنجان قهوة. بدي افهم كيف الانسان، اي انسان بدوس كرامة انسان اخر بكل بساطة. هيفاء روقي، رح ساوي لك قهوة. عادي مالي قدران اشرب شي. طيب احكي لي شبك؟ بدي اسألك سؤال واحد بس. انت مثقفة واعية، القليلة بتفهم القرية اكتر مني. اذا بنت حبت شاب، اهل الشاب بيعتبروا هالشي عار؟ او اول مرة بسمعك عم تحكي عن الحب يا هيفاء. يعني عيب من وجهة نظر اهل الشاب ولازم يقاوموا هالشي؟ هيفاء ما رح بفهم عليكي إذا ما حطيتي النقاط على الحروف. أنا اللي بعرفه أنه بكل الضياع بكل مجتمعاتنا حتى بالمجتمعات المتعصبة، أنه لما شب وبنت بيحبوا بعضهم أهل البنت هنا اللي بيستنكروا هالشي وبيقاوموا، حتى بجوز يحجروا على بنتهم أو يقتلوها. مو لهالدرجة، عم نحط أسوأ الاحتمالات. طيب وبعدين؟ وأهل الشاب بيعتبروا هالشي مكسب. طبعا ايه، بس اللي شفته بيضيع عم يستعصي على كل المقاييس. يا سميح هيفاء اهدي اهدي وحاكيني بصراحة، قولي لي شو صاير معك، فهميني شو القصة حتى نقدر نتفاهم. انا مالي عم بحكم على الواقع. يعني موضوعية؟ تأكيد. طيب وليش هالانفعال لهالدرجة وكلمة انجرحت وهالتأثر؟ أنا مالي متأثرة. هيفاء منين جاي هلا؟
من بيت عمي بيت الهراس. سميحة راح احكي لك كل شيء بشرط يضل بيني وبينك. اعوذ بالله يا هيفاء. حتى جوزك نادر ما بريده يدرى. اطمني يا هيفاء انا مثل اختك. يا ميت اهلا وسهلا استاذ نادر. اهلين تفضل. هاي زرتك اخي. يعني لولا ما تكون مرر الطريق ما كنت فكرت تزورني. على كل اهلا وسهلا. تفضل استريد. لانه انت على طول عندك شغل بعد الظهر. والله اليومين ماني ماسك شغل ما بعرف ليش هيك حاسس بالضيق. تعرف لولا ما تجي لعندي ما كنت عارفان شو بدي ساوي. فراغ بدي ارجع لكلمتك اللي قلت لي اياها الصبح وانت رايح على المدرسه. انا اللي فهمته انك افتعلت الخلافات افتعال لانه هيفاء غايبه عن سهره. بدي افهم شو قصدها. تعذبني. هيفاء كانت صريحه معك يا رفيق. صراحه جارحه. وين يا رفيق الاحترام اللي كنت تحكي عنه؟ وين محبتي؟ لسه بحترمها ولولا هيك ما كنت فكرت اخطبها. كل شيء كنت اتوقعه اقول لها هالشيء. ولا في انسان بيصدق بالدنيا انه هيفاء تحب الهراس وتعرض عليه الزواج. انا ضايعه يا سميح. انا انجرحت. انا برايي يا هيفاء انه مرت عمك ظنت انك عم تضحكي على الهراس لسبب ما واتخذت منك الموقف. طيب كيف عرفت؟ معقول الهراس يكون قالها؟ المشكلة انه بكرة مرت عمك بتحكي لجارتها وجارتها بتحكي لجارتها وبكرة بتنزلي على المدرسة بتلاقي الإشاعات مالي الدنيا. بدي قلعها. لامتى بدي اتركها تلعب ملاعيبها؟ يا امي قلت لك هيفاء ما لها علاقه. ما لها علاقه. اقتنعي بقى. ليش عم تبريها؟ هي اعترفت قدامي. ما اقول. ليش سكتت؟ ليش فهمت حالها انها انكشفت وصار وجهها احمر من الخجل وقالت لي هو قال لك؟ ليش عم تبريها؟ امي انا في بالعاده اكذب عليكي. هيفاء لا لمحت ولا جابت سيرة أرض وما لها علاقة بشي. يعني يا هالراس تعملني مجنونة؟ بعدين أنا شو بدي تعب راسي؟ إلي لقمة أكلها وما بدي من هالدنيا شي. وأنا شو بدي إزعل؟ طلعيها لهالدرجة. وين رايح؟ لوين؟ أختي يا آنسة. شبهها؟ حالتها خطرة. ما شفت الدكتور؟ ما أجا اليوم. لازمها دكتور مستشفى. ما في غير بالشام. ما في سيارات؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف.
Thank you.